أستاذ هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي ورئيس السابق للبنك التجاري الدولي. الحقيقة صناديق الاستثمار في العالم حسب التجارب تحقق 40% في أفضل الظروف لمستهدفاتها. في ظل الظروف الموجودة حاليا، كيف يمكن أن تنصح بزيادة العوائد رغم المشاكل التي تحيط بمصر والعالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بس اخد حضرتك صورة اعلى شوية من حكاية العوائد. معالي رئيس الوزراء امبارح اتكلم على ديون الدولة وخدمتها وإيرادات الدولة. جزء من إيرادات الدولة الصادرات وخلافه، ولكن هناك إيرادات للدولة غير الضرائب. إيرادات الدولة بتيجي من الشركات أو الأصول المملوكة للدولة، وإذا رغبنا في الحقيقة في تحسين العائد بتاعها أو يبقى عندنا حوكمة سليمة. يمكن كان كلامي مع الدكتورة هلا وشكرتها على موضوع تأسيس الصندوق والكلام ده، ولكن أعتقد الوقت جه إن احنا بنبص على كافة أصول الشركات اللي موجودة في الدولة وتدار بطريقة فيها حوكمة أكثر. لأن يمكن الكلام ده شوية، مش معلش يعني حد يزعل مني وأنا بقوله، بس يعني صعب قوي أبقى رقيب وأوبريتور، يعني أبقى رقيب وفي نفس الوقت بشغل شركات أيا كان القطاع يعني. وبالتالي أنا من وجهة نظري العوائد من الشركات المملوكة للدولة ممكن تبقى أفضل كتير قوي لو تم إدارتها بطريقة إدارة الصندوق. يعني بمعنى أصح يبقى عندنا أهداف واضحة مطلوبة من الإدارة التنفيذية في الشركات دهيت، تختلف عن إدارتها من وزارة. يعني بنختلف، نتكلم على صندوق، نتكلم زي برايفت إيكوتي أو صندوق إدارة خاص. يهمني الموضوع ده برضو لما بص عليها من فوق، إن لما أجي أبص على الدولة المصرية أقدر أبص عليها من ناحية الأصول والخصوم. إحنا كل الوقت بنتكلم على التزامات الدولة من مديونات أو خلافه، ومن القليل من الوقت بنتكلم ما تملكه الدولة. وما تملكه الدولة هو في حتت مختلفة كثيرة. لو قدرنا نجمع الحاجات دي، أقل ما فيها الشركات، أنا بتكلمش على أراضي أو عقارات، أقل ما فيها كشركات بتقوم بأوبريشن في مصر، الشركات ده هي لو حسنت العائد منها هرفع قيمتها. أقدر لأي حد بيبص على الدولة المصرية من الخارج وبيقيمها، بيبصش على خصوم الدولة فقط، بيبص على خصوم الدولة، بيبص على الإيرادات، وبيبص على الأصول من الطرف الآخر. فاللي بيقوم بيه الأستاذ أيمن والدكتورة في الصندوق السيادي أعتقد أصبح من الأهمية إعادة النظر في من يدير الشركات المملوكة للدولة، هل هي الجهات الرقابية ولا الجهات التنفيذية زي الصندوق؟ طيب، من وجهة نظر مصرفية أستاذ هشام، هل من الأفضل أن نستقطب رأس مال جديد يقيم استثمار لأول مرة، أم أن يدخل هذا الاستثمار شريكا في استثمار قائم بالفعل أو في أصل قائم بالفعل؟ أيهما أفضل استثماريا أو مصرفيا حتى؟ هو حضرتك الكل مطلوب، يعني انت لو عاوز تشارك حد في حاجة قائمة انت بتشاركه علشان هو عنده علم بإدارة الأصل دوت. بافتراض ان حضرتك اخدنا شركة او مصنع بتاع غزل ونسيج، لما بتشارك حد فيه بتشاركه يا اما بيحط رأس مال او بتبيع له جزء من المصنع دوت، فأصبح شريك معاك عنده قدرة إدارة المصنع ده بطريقة مهنية تحقق لك عائد منه. احنا دايما كانت مشكلتنا في الحاجات المملوكه للدوله ان بتعتبرها جزء من الدعم، يعني بتعتبرها جزء من الدعم، تبص عليها كوسيله من وسائل التشغيل اكتر منها اصل ممكن يجيب لي عائد كدوله. اعتقد الوقت جه خلاص النهارده لازم تبص عليها كاصول مملوكه للدوله، نعظم العائد بتاعها ايا كان الشريك. هل الشريك اللي هيخش معايا اجنبي او مصري؟ طالما عنده النولج او النو هاو وهيقدر يرفع لي قيمه الاصل دوت، لازم بالتاكيد اشترك معاه ايا كانت الوسيله. بس في اخر اليوم انت بتشارك اللي هيضيف لك قيمه مضافه،